السلام عليكم ومرحبا بكم اخوتي الكرام في قناتكم نوريو تاك. اليوم راح نوري لك كيفاش تفليكسي من الانترنت بصفر ضريبة اي بدون تاكس الى اي شريحة هاتف نقال بالمبلغ الذي تحب وفي وقت قصير جدا. عدنا إليكم من جديد. طريقة الفليكسي تكون عن طريق الهاتف أو الحاسوب، نفس الشيء على كل الشرائح جيزي موبيليس وأوريدو، ويجب أن تتوفر عندك البطاقة الذهبية لكي تقوم بإدخال المعلومات بطبيعة الحال. أولا نذهب إلى محرك البحث جوجل ونكتب فليكسي جيزي أو أوريدو أو موبيليس على حسب لابيس اللي عندك. مثلا أنا عندي أوريدو، أختار فليكسي أوريدو، ثم ندخل في هذا الموقع الذي اسمه أستروم أوريدو، ثم نختار طريقة الدفع بالبطاقة الذهبية. أختار المبلغ مثلا 1500 دينار جزائري اللي هي 150 ألف. بعدها نضع رقم الهاتف الذي نريد أن نرسل له الرصيد، معناتها نكتبوا له النيميرو اللي باغي نرسلوا له الرصيد. ثالثا نعيد كتابة هذه الأرقام والحروف التي تظهر في الخانة، مثلا GTH 82، من موراها نكاشيو على هذا الشرط اللي يقول جاكسبت لي كونديسيون دوتيليزاسيون، أي وافق على شروط الاستخدام، ثم نضغط على فاليدي. والآن نمر لصفحة ثانية وهي ملء معلومات البطاقة الذهبية قبل أن تنقضي 20 دقيقة. أولا نكتب أرقام البطاقة الذهبية بدون فراغ وعدد أرقامها 16. ثانيا نكتب لادات ديكسبيراسيون، أي تاريخ انتهاء الصلاحية تاع البطاقة، أي تاريخ انتهاء الصلاحية ستجدونها على بطاقتكم. مثلا بطاقتي مكتوب عليها 05/82، أي تنتهي في الشهر الخامس من سنة 2022 ماي 2022. ثالثا نكتب اسم واللقب باللغة الفرنسية. ثالثا نكتب اسم واللقب بالفرنسية كما هو مكتوب في البطاقة الذهبية. رابعا نقلب البطاقة ونكتب ذلك الكود الذي يتكون من 3 أرقام أو أكثر. كنصيحة يا إخوتي، هذه المعلومات ما توريهم حتى الواحد، أوكي؟ بسكو قادرين يسرقوا لكم هذه المعلومات ويجبدوا لكم دراهم ولا يفليكسوا بهم. هذه هي فقط للحيطة والحذر. وبعدها نضغط على فاليدي، وفي هذه المرحلة يقومون بإرسال كود التأكيد على رقم هاتفكم الذي فتحت به البطاقة الذهبية، والكود يتكون من 5 أرقام نكتبه في هذه الخانة. وأخيرا نضغط على فاليدي لكي تتم عملية الإرسال بنجاح. نعم الفليكسي تاعنا وصل في 6 ثواني، وهذا لوسي دو بايمونت، أي دليل الإرسال الذي تجد فيه مبلغ الإرسال واليوم ووقت وصول الرصيد. بطبيعة الحال تقدروا تطبعوا هاد لافاكتور أو تقومون بتحميله بصيغة البي دي اف كما راكم تشوفوا. وفي الأخير أشكركم على المشاهدة وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الشرح البسيط. لا تنسوا أن تنشروا الفيديو مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة، لايك وتعليق محفز أسفل الفيديو، والانضمام لعائلة نوريو تاك بالضغط على الاشتراك إذا كنا نستحق ذلك.